السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. دكتور خالد شوغي معكم يحييكم ويتمنى لكم التوفيق. النهاردة حبايبي طلاب الفرقة الأولى هنتكلم عن الفيميل جينيتال سيستم. الفيميل جينيتال سيستم بيتكون من إيه؟ بيتكون من أوفري، اتنين أوفري، اليوترس اللي قدامي ده بتاع مير اللي هي الأنثى الحصان، أدي اتنين أوفري، وبعدين اليوترس. اليوترس بيتكون من اتنين يوتراين هورن، أدي هورن وأدي هورن، بيبقوا عاملين شبه الواي شيب، ادي هورن وهورن، وبعدين البادي بتاع اليوترس اللي هو ده، وبعدين السيرفكس اللي هو عنق الرحم، قناه عنق الرحم اللي هي ديت، وبعدين الفاجينا. من بعد السيرفكس كل ده الفاجينا. الفاجينا بتتقسم الى بروبر فاجينا وفيستيبيول. بروبر فاجينا كل دي كده من اول السيرفكس لحد الفولد دي اسمها الهايمن، لحد الفولد دي اللي هي اسمها الهايمن او هايمنال رينج، بيبقى دي كلها البروبر. من بعدها لحد الفالفا في العين الثانيه دي اهو، لحد الفولد دي ادي الهايمن، اللي قبلها كله من اول السيرفكس لحد الهايمن يبقى ده كله بروبر فاجينا. من بعدها لحد الفالفا لحد الاكسترنال اوبننج بتاعه الفاجينا يبقى ده كله اسمه الفيستيبيول، يبقى المنطقه دي اسمها الفيستيبيول، المدخل يعني. يبقى ده الفيستيبيول بتاع الفاجينا، وبعدين هايمنال رينج، وبعدين البروبر فاجينا، وبعدين السيرفكس قناه عنق الرحم، وبعدين البادي بتاع اليوترس، وبعدين اتنين يوتراين هورن، اتنين يوتراين هورن، وبعدين اتنين اوفري. الفيميل جينيتال سيستم كله بيبقى متثبت بالليجامنت اللي مثبته ده، اسمه البرود ليجامنت، الليجامنت العريض ده اسمه برود ليجامنت، وعلى حسب المنطقه اللي فيه بياخد الاسم. يعني عند منطقه الاوفري بيبقى اسمه ميزو اوفريان، بيبقى اسمه ميزو اوفريان، اللي بيثبت الاوفري اسمه ميزو اوفريان، اللي بيثبت الرحم اسمه ميزو متريان، اللي بيثبت الرحم اسمه ميزو متريان. في ما بين الاوفري وما بين اليوترين تيوب، ما بين اليوترين هورن، الهورن بتاع اليوترس، وما بين الاوفري بتبقى في قناه فالوب اللي هي دي الاوفي داكت اللي اسمها الاوفي داكت او سالبنكس او يوترين تيوب، كل دي كده اللي بتبقى متعرجه ديت. الاوفي داكت بتبقى ماشيه بفولد بتثبتها، الفولد اللي فيها اسمها ميزو سالبنكس، اسمها ميزو سالبنكس. يبقى كل الفولد دي عباره عن ميزو سالبنكس، وهو جزء من البرود ليجامنت زي ما قلنا. تمام كده؟ طيب نمسك حاجه حاجه. الاوفري في حاله المير بتبقى كبيره واخده كيدني شيب، ولها اوفيوليشن فصه واضحه خالص، وبتبقى عند الاوفيوليشن فصه في الفيمبريا ديت اللي هي الفينجر لايك بروجكشن عشان تلتقط الاوفا وهي طالعه من الاوفيوليشن فصه من هنا، وبعدين تنتقل على طول الى الاوفيدكت. الى الاوفيدكت زي ما قلنا متثبته بالميزوفيريان اللي هو ده، وليها ليجامنت تاني بيثبتها مع التيب اوف ذا هورن اهوت، مع مقدمه اليوترين هورن. الليجامنت ده اسمه بروبر ليجامنت، اسمه بروبر ليجامنت اوف ذا اوفري اللي هو ده. عشان وجود الميزو سالبنكس والبروبر ليجامنت في فصه اتكونت هيت ما بينهم اسمها اوفيريان بيرسا، في تجويف اللي اتكون ده اسمه اوفيريان بيرسا. الاوفيريان بيرسا دي بتغطي الاوفري، بتبقى الاوفري متغطيه فيها بارشيال في حاله المير، وبتغطيها تقريبا كامله في بقيه الحيوانات كلها. في حاله المير بتبقى متغطيه بارشيال فقط، جزء بس من الاوفيريان بيرسا دي بيغطي الاوفري والباقي بيبقى مكشوف، لكن في بقيه الحيوانات الثانيه بيبقى مغطيها كومبليتلي. يبقى ده الميزو سالبينكس، وفي الاوفي داكت او التراين تيوب، وده البروبر ليجامنت اوف ذا اوفري. طيب لو جينا ليه اليوتراين هورن، الاثنين دولت زي ما قلنا بيلتقوا مع بعض، عاملين واي شيب الشكل ده، يلتقوا مع بعض في البادي بتاع اليوترس. البادي بتاع اليوترس من جوه بيبقى الاندوميتريوم، الطبقه اللي بتبطن الرحم من جوه بتبقى فيها لونجيتودينال فولد، بتبقى عباره عن لونجيتودينال فولد في حاله المير بالشكل ده، ادي الفولدس. وبعدين هنخش على السيرفكس بيبقى فيها برضه لونجيتودينال فولد اهي، وبعدين السيرفكس قناه عنق الرحم بيفتح في الفاجينا ببروز كبير خالص. البروز ده بنسميه بورشو فاجيناليز يوتري، اللي هو البروز ده جزء من السيرفكس بيمتد في الفاجينا بيعمل البروز ده اسمه بورشو فاجيناليز يوتري، الجزء من السيرفكس الممتد في البروبر فاجينا، وبالتالي بيسيب حواليه دايره او جيب بيبقى واخد شكل دائري بسميه انيولار فاجينال فورنكس. انيولار يعني دائري، وفاجينال فورنكس اللي هو الجيب ده. اتعمل نتيجه احنا طبعا فاتحين في الفاجينا من فوق من الدورسال وول،
عشان كده شايفين البرش فاجيناليز يوتريو حواليها بيبقى الفورنكس ده اسمه انيولار فاجينال فورنكس. طيب بعد كده الفاجينا زي ما قلنا دي البروبر فاجينا اهي كل دي كده ها بتمتد معايا لحد الرنج دي بسميها الهايمن رنج. لما ابص تحت الهايمن رنج من تحت بلاقي في فتحه ثانيه هي بتاعه اليوريثرال اوريفيس اللي هي دي، لو دخلنا فيها الفورسيبس يبقى احنا داخلين كده على النك بتاعه اليونري بلادر. لو قلبنا اليوترس بالشكل ده بلاقي اليونري بلادر اهيت دي كلها اليونري بلادر، دي الوول ودي الايبكس متثبته طبعا بالتو ليجامنت اللي هما الفيزيكال ليجامنت لاترال فيزيكال ليجامنت اللي هو ده اهو على الجنبين لاترال فيزيكال ليجامنت، والتب بتاعه الفيزيكال ليجامنت بيبقى الراوند ليجامنت اللي كان امبليكال ارتري واتقفل في الجنين، وبعدين في النص بيبقى فيه ميديان فيزيكال ليجامنت برضه بيبقى فيه ميديان فيزيكال ليجامنت ادي البقايه بتاعته ميديان فيزيكال ليجامنت في بيثبتها في الفلور بتاع البلفيك كافيتي. يبقى دي النك بتفتح فين؟ في اليوريثرا. النك بتاعت الدونر بلادر هتفتح في اليوريثرا. اليوريثرا اللي هي ديت بلاقي فتحتها فين؟ في بتفتح في الفيستيبيول زي ما قلنا بتفتح في الفاجينال فيستيبيول تحت الهايمن رينج بالظبط تحت الهايمن رينج خلاص. طيب بعد كده الفيستيبيول ده هيفتح فين؟ ها لو جينا العينه دي ادي الهايمن رينج اهو، وكل اللي وراها دي كله كل الكود البارت اللي ورا الهايمن الرينج ده هيبقى الفيستيبيول، بيفتح في الاخر الفيستيبيول ده فين؟ في الفالفا. ادي الفالفا دي الفالفا بتبقى عباره عن اثنين لبس فالفولار لبس اهمات او لبس اوف فالفا بيلتقوا من فوق بدورسال كوميشر ومن تحت بفنترال كوميشر. الفنترال كوميشر بتاع المير بالتحديد بيبقى راوندد بيبقى بوينتد في كل الحيوانات لكن المير بيبقى راوندد زي ما احنا شايفين. ولو فتحنا الفالفا بالشكل ده بلاقي فيه في الفنترال كوميشر في فصه واضحه هيت خالص، الفصه دي اسمها فصه كلوتريدس او فصه فور كلوترس، وده الكلوترس اللي هو اللي بيقابله في الميل البينس، يبقى ده الجلانز كلوتريدس او الجلانز اوف كلوترس اللي هو ده اللي هو بيقابل الجلانز بينس في حاله الميل، وبيبقى موجود في فصه زي ما قلنا اسمها فصه كلوتريدس موجوده في الفنترال كوميشر بتاع الفالفا. ولو قلبنا البرود ليجامنت كده بلاقي في ليجامنت تاني واضح اهو اسمه الراوند ليجامنت اوف يوتراس اللي هو ده راوند ليجامنت، بيبقى دائري على الجنبين ورايح واصل لحد الانجوينال كانال اهو على الجنبين ده وده اسمهم راوند ليجامنت اوف يوتراس واصل لحد الانجوينال كانال، ده بقايا الجبرنيكولوم ليجامنت زي ما قلنا. وفي حاله البيتش الراوند ليجامنت ده بيدخل في قلب الانجوينال كانال، يبقى من ضمن الكونتنتس بتاعت الانجوينال كانال في حاله البيتش على الجنبين ده راوند ليجامنت اهوت واضح خالص بيبقى في الفنترال سيرفيس بتاع البرود ليجامنت. يبقى دي كده اليوترس بتاع المير. لو حبينا نشوف اليوترس بتاع الكاو اهو بيبقى مميز قوي ان الهورن بتاعته شبه الرام، عامله شبه الهورن بتاع الرام شبه القرن بتاع الخروف واضح اهوت على الجنبين بيبقوا اثنين لافين بالشكل ده زي القرن بتاع الخروف، وبيبقى ما بينهم ليجامنت واضح بيبقى فيه اثنين ليجامنت واضح اهوت. لو شدينا الاثنين هورن كده بلاقي فيه انتر كورنر ليجامنت بيبقى دبل في حاله الروميننت زي ما انا شايف كده في حاله الكاو اهو اثنين انتر كورنر ليجامنت بيوصلوا التو هورن ببعضهم وبتبقى الاوفري بتبقى ديسكويد في الشيب وبتبقى نودولر بتبقى ديسكويد ونودولر. لو جبنا اوفري تاني بتاع كاو بيبقى كبير شويه اهو ده كده بيبقى نودولر خالص اهوت بيبقى عليه نوديولز، الاوفري بيبقى اوفال وديسكويد وبيبقى نودولر واضح فيه خالص، نوديولز بتبقى واضحه فيه، وبتبقى زي ما قلنا الاوفريان بيرسا بتغطيه بالكامل الاوفريان بيرسا بتبقى مغطياه بالكامل. ادي الاوفري اهوت بتاع الكاو بيبقى فيه نوديولز واضحه كده وبيبقى متغطي بالكامل بايه؟ بالاوفريان بيرسا، الاوفريان بيرسا بتغطيه بالكامل. طيب لو فتحنا اليوترس من جوه بتاع الكاو بلاقي فيه باتون لايك كاشنز، شايفين لو فتحنا الهورن من جوه بالشكل ده بلاقي فيه كاشنز واضحه شبه زراير اهي بسميها الكرانكلز، دي بسميها الكرانكلز بتبقى مميزه قوي للاندومتريم بتاع الكاو باتون لايك كاشنز بسميها الكرانكلز بتبقى مميزه قوي قوي لليوترس بتاع الكاو فقط. وبيبقى السيرفكس
وبيبقى السيرفكس بيبقى فيه السيرفكس عندي بيبقى فيه لونجيتودينال وسيركولار فولد. مش بس لونجيتودينال، لا بلاقي فيه كمان، بصوا كده لو فتحنا السيرفكس من فوق ادي السيرفكس اهو، ده السيرفكس اللي مفتوح، بلاقي فيه ترانسفيرس فولد بالاضافه الى لونجيتودينال فولد، بلاقي فيه ترانسفيرس فولد واضحه خالص. عشان كده بيبقى صعب الابورشن انه يحصل في حاله الكاو بسبب ان السيرفكس بيبقى قوي جدا نتيجه لوجود السيركولار فولد، بيبقى اربع صفوف تقريبا او خمسه بالاضافه للنجوتيدنال فولد. والبورشو فاجينالز يوتراي بتاعها اللي هو ده كله، البورشو فاجينالز يوتراي بيبقى رائد على الفلور بتاع البروبر كافيت اوف فاجينا، ما بيبقاش طالع في النص زي بتاع المير، فبالتالي الفورنكس بتبقى موجوده بس فوق، بيبقى في دورسال فاجينال فورنكس فقط. لما نقفل كده طبعا احنا فاتحين على الفاجينا من فوق، يبقى في دورسال فاجينال فورنكس كبير فوق لكن مبقاش في تحت، نتيجه لان البورش فاجيناليز يوتري بتاع الكاو بيبقى رائد على الفلور بتاع الكافيتي الفاجينا بتاع البروبر كافيتي بتاع الفاجينا. لو حبينا نشوف اليوترس بتاع الساو، شايفين مميز جدا، البادي بتاعه بيبقى صغير قوي بالشكل ده، البادي بيبقى صغير وكل الكبير الكويلد على بعضه عامل زي الانتستين، ده الهورن، الهورن بتاعه بيبقى فيري لونج ويبقى لافف ملفوف على بعضه شبه الانتستين، بيديني انتستينال لايك ابييرنس. يبقى تخيلوا البادي بتاعه بيبقى سمول، بيبقى شورت، وكل الكبير على الجنبين ده اللي هو الهورن بيبقى انتستينال لايك ستراكشر، بيبقى كبير جدا ولافف على نفسه زي الانتستين، والاوفري بتاعته بتبقى سمول وبتبقى لوبيوليتد عليها لوبيولز واضحه خالص اهي، ده الاوفر بيبقى سمول وديسك شيب اوفال وبتبقى عليه لوبيول واضحه خالص، فبقول عليه لوبيوليتد اوفري، وبتبقى كومبليتلي كفرد باي الميزوسالبينكس عشان الاوفريان بيرسا بتغطيه بالكامل بالشكل ده كده زي الكاو. يبقى ده الميزوسالبينكس ودي الاوفريان بيرسا بتغطي الاوفري كومبليتلي، وبيبقى طبعا ماشي في الميزوسالبينكس زي ما قلنا ده الاوفيداكت او الفالوبيان تيوب، الاوفيداكت او فالوبيان تيوب. يبقى ده اليوترس بتاع الساو وده اليوترس بتاع المير بالشكل ده كده، وده هيبقى اليوترس بتاع الكاو. وفي النهايه مفيش حاجه صعبه ولا في شيء مستحيل، فقط انها الاراده، فاستعن بالله ولا تعجز وافرح بقدر الله لان فيه كل الخير لك، وتفائل بالحياه تدرك كل ما تتمناه، وابتسم ثم ابتسم وابتسم لان في الابتسامه مفتاح لكل مغلق وتيسير لكل عسير وزوال لكل هم، ويكفي ان نبتسم لان ربي وربك هو الله. الى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمه الله.